الجمهور تاعكم فعلا. نحن اليوم نستعرض امامكم خلابة وكذلك تعرف يعني توافد كبير للسواح خاصة السياحة الداخلية، واقصد هنا يعني القادمين من مختلف ولايات الوطن. الامكانيات اللي سلطتها الدولة، الكل يعلم بلي باش السنة الماضية كان فيه يعني تحضيرات كبيرة، وكان فيه اشغال تاع تهيئة على مستوى تقريبا 2 ولا 33 شاطئ اللي كانت يعني مخصصة للسباحة. هذه السنة نفس الشيء، زدنا اضافات في كل الشواطئ اللي تم يعني تهيئتها. مرسى الحجاج عرفت اشغال تاع تهيئة كبيرة، شفتوا يعني سواء يعني مواقف سيارات ولا تهيئة تاع الشاطئ، الانارة كذلك، يعني كل ما يحتاجه او قاصدو هذه المنطقة تم توفيره.